يبدو أن تغييرا قادما داخل تشكيلة المرابطون بعد نسخة الكان الماضية، ويبدو أيضا أن الخيارات المعروفة والمتفق عليها من طرف الجهاز الفني باتت مهددة بعد سنوات طويلة قضتها بعض الوجوه داخل المنتخب الوطني منذ قرابة 10 سنوات. لا تعرف تشكيلة المرابطون سوى تغييرات جزئية وطفيفة جدا. الحارس الأول سليمان جلو خارج قائمة المنتخب الوطني، وهو أمر لم يحدث قط طيلة السنوات 10 الماضية. كذلك مولاي خليل بسام وآدم با، ولو أن الأخيرين قد يعودان في أقرب وقت ممكن. لكن الغريب هو دعوة بعض اللاعبين الذين ألح الشارع الرياضي بضرورة استدعائهما قبل الشان وبعده وقبل الكان وبعده، لكن لا جدوى. باتصال الذي فتح عينا على المحترفين وأخرى على المحليين حين كان مساعدا لكورنتان مارتينز، لم يقتنع يوما بقدرات المهاجم سيدي تود رغم تألق الأخير في عديد نسخ بطولة الدوري، وحين استدعاه لمواجهة كاب فير في أول مباراة له مع المنتخب وفي أول لمسة له سجل، ثم ما لبث أن عاد من جديد وسجل مرة ثانية، وأخرج بذلك باتصال من عنق زجاجة أول منعرجات تصفيات الشان. أما الفرنسي كورنتان مارتينز لا يقل شأنا عن مساعده طيلة المشاركات الماضية، لم يقتنع بقدرات المهاجم ياسين الشيخ الولي، وبعد أن أعلن عن تشكيلته التي ستواجه تونس وديا، ظهر اللاعب بأداء رائع في بطولة كأس العرب في ملعب كربلاء بالعراق منذ أيام قليلة، وفي اليوم الموالي أعلن عن ضمه لقائمة المنتخب الأول. السؤال المطروح الآن، أين كان كورنتان مارتينز حين تألقت هذه الوجوه منذ سنوات في بطولة الدوري؟ بل أين كان باتصال تحديداً؟